عندهم المصلحة العامة ومن المعارضة ما نقبلوا نقعدوا مع مد من حزب واحد. لا سياسة ولا تسييس لقضية مناديب عمال سنيم وركوب تجاعيد وتقاسيم وجوه هؤلاء العمال على خلفية سياسية يقول هؤلاء لا مكان له بيننا، هي مسألة حقوق لا أكثر ولا أقل من ذلك، وكل شيخ يكمل ليله بنهاره في ساحة إضراب. عل وعسى تستوعب الحكومة والمعنيون بالأمر أن المدينة ما عادت بتلك الحركية والديناميكية، وكل الأسواق مسها الضر فعلا، وربات الأسر عين يفتحونها على ترتيب أثاث بيت بعثرته أزمة العمال، وأخرى على شيوخ يجلسون على مفترق طرق مطلع شمس كل يوم وحتى الغروب خلف شركة أصوات محركاتها ما عادت بذلك الضجيج. مثلا هذه المرأة منذ قرابة شهر تجلس في حانوتها، وأول زيارة لزبون كانت من صاحبة الجلالة لها. شو نبيعوا؟ الاخر رصقع كان جانا حد، ما هو اللي تلبوك متهم ما شرى وبعد من عند الشيمان الله ولا هشاو النش. ويا الله يعرف النشي والله يعرف انه لا نقوموا عليهم. ابن عماد نقصهم هك شلون واكشوط على كرعينه ولا كيف مشيت لا بيع ولا شراء، والعرض والطلب في السوق اصبح في خانة المستحيل على ارض المنجم والحديد. أرملة أخرى تسير في نفس الاتجاه، وكأن النسوة في مدينة الحديد يواصلن أيضا إضرابهن عن الأسواق، فضعف الحاجة ووطأتها هي نتاج لما تعج به هذه الساحة من أصحاب الحقوق. وحدهم نسوة مدينة الزوارات يعيشون على أمل الحلول ويتجرعون مرارة كل يوم يمر من إضراب العمال، وكأنه بمثابة ألف سنة. ولهم 50 يوم ما عندهم قيه، كل عنده العزايز وعنده الطافيات وعنده شويبات وعائلات مسيكنين، مقبوض حقهم ما ضمناش لنا الرئيس والعبد العزيز الرئيس المتعدل اللي وخيرت به، رانا شاكر انه يحل مشكله اولادنا. اولادنا هم الاولين عقل علينا من الحب الاحمر وعايشين من زرعتهم والكديه كديتنا والحجار حجارنا والقارب قاربنا، واحنا في عزله عندنا لا القارب اللي يمشي ويجي، اولادنا داروا حقهم ويجيهم. حمود والاعمر لقناة المرابطون، مدينة الزوارات.